مع ضيوفنا ونتميز، ونبارك لكم في هذا الشهر، ونبارك لكم يعني في العيد، ولا ننسى أخواننا في فلسطين. اللهم انصر أخواننا في فلسطين، ما بين أسير ما بين شهيد، وإن شاء الله فرج وصبرا قريب. تستمر الكويت حكومة وشعبا برفض كافة الانتهاكات على الشعب الفلسطيني، غضب شعبي عربي على كل ما يحصل بفلسطين. إن شاء الله عيد الفطر بيكون خير عليكم بإذن الله، وستنتصرون غريبا. نحيي معنا اليوم النجم والمخرج الأستاذ علي جمعة، عيدك مبارك وعساك من عواده. كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده، صلى عيد علينا هذا العيد باليوم والبركات. حقيقة يعني عيد مؤلم للأسف الشديد، يعني احنا لا نملك إلا الدعاء لأهل فلسطين. صلى الله يثبتكم، صلى الله ينصركم على هذا الكيان الصهيوني. يعني نتألم حقيقة، أطفال قاعدين يسقطون، شهداء، أمهات، أباء، بيوت قاعدة تنهدم عليهم. سموحة لا نملك إلا الدعاء لكم، عسى الله ينصركم إن شاء الله، والنصر إن شاء الله قريب بحق محمد إن شاء الله. اسمحوا لي مسموح أكيد، وإحنا فعلا ما بيدنا إلا الدعاء، والله إن شاء الله يفك عوقهم وينصرهم ويرد كيد أعدائهم في نحرهم بإذن الله تعالى.